انا اللي استغربت واللي دوخني معناها تصور نبعث جيشنا مثلا اليوم في ساحه الحرب قاعد ندافع على البلاد ونجيو في طنبك الحرب نقوموا ننبروا وننتقدوا فيه ونقولوا له يا لبيك يا لي عليك يخلي يكمل حرب وعلى الاقل ويجي قايم من بعد قايم نقبل النقد ثم احنا مسؤولين والله يا سيدي مثال نقبلوا النقد وثينون امانه الشيء اللي ما نقبلوش واللي حقيقه ما نسمحش فيه أنه نهينوا الأبطال متاعنا وهما قاعدين في وسطنا وهما تحت العلم قاعدين يدافعوا ونسولهم والديهم ونسولهم عائلاتهم يا سيدي حتى كان ثم تجاوزات وأخطاء ما هوش وقت هذاك علاش اليوم أنا نقول نراجعوا المنظومة كاملة نراجعوا منظومة الإعلام الرياضي نراجعوا منظومة السياسة الرياضية يجب أن نحطوا استراتيجية نولي نخدموا بار أوبجيكتيف نراجعوا الميزانيات نراجعوا التوزيع العادل الميزانية الرياضية اليوم ثم معناها اختصاصات رياضية تاخذ الفلوس الكل.